بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده ملعب اون تايم وحلقه مليئه بالاخبار الهامه. والنهارده في تحليل ان شاء الله للتوقعات لمباراه الاهلي مع القطن الكاميروني السادسه مساء في جروه بالكاميرون، والزمالك مع شباب بلوزداد في التاسعه مساء في العاصمه الجزائريه الجزائر. وكل الامنيات بالتوفيق للاهلي والزمالك. سؤالنا النهارده هيكون توقعاتك لمصير الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا في مباريات الغد، وتوقعات بشكل عام يعني في البطوله للاهلي والزمالك. هتبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. قبل اي حاجه خلينا نتمنى التوفيق للفرسان المصريه الاربعه، الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز. هذا عن الاهلي والزمالك وكل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله، وبنقول يا رب. لكنه فيوتشر وبيراميدز وما نملكش غير الدعاء، ونقول بالتوفيق ان شاء الله. الأهلي والأمال والطموحات بالفوز إن شاء الله، وانتظار مصير مباراة الهلال مع سان داونز في السودان. وزي ما قلت امبارح انه ملناش علاقة، حتى لو النتيجة مؤثرة على النادي الأهلي، يا عم اعتبر انه سان داونز مش هيلعب الهلال، واعتبر ان المباراتين دول هيصعدوك، فانت تلعب عشان تكسب المباراتين دول. ادي القصة بالنسبة للنادي الأهلي عشان نخلص من الكلام ده. والنهاردة في المؤتمر الصحفي او امبارح بقى، كولر ورامي ربيعه اكدوا على ان شاء الله ان هم هيبذلوا قصارى الجهد من اجل تحقيق الفوز ومصالحه جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينقصوش حد خلاص، حسين الشحات عاد الى التدريبات، الامور ماشيه بشكل كويس، بل انه الراجل في حيره من اختيار تشكيله المباراه. دعواتنا للنادي الاهلي بامر الله بالعوده بثلاث نقاط هتكون غاليه ايا كانت نتيجه سان داونز مع نادي الهلال. بالمناسبه كنت انا اتكلمت امبارح على خالد علي المنسق الاعلامي، والقرار اللي اتخذته ضد اداره نادي سان داونز. هو خالد مصري وخالد اهلاوي وخالد بيحب النادي الاهلي وبيحب بلده، وهو الحقيقه ما اتكلمش حاجه غلط، يعني هو كان بيتكلم على داتا، بيتكلم يقصد من الداتا مثلا الملاعب الفنادق، ما بيتكلمش في الجانب الفني. لكن حبايبنا برضو بتوع الترند بقى، سواء اللي موجودين في السودان او بعض المغرضين الموجودين في مصر، حبوا يصطادوا في الماء العكر. وجهه مصريه مشرفه، نتمنى له ان شاء الله ان الازمه دي تعدي على خير. بالنسبه للزمالك، التدريب ماشي بشكل جيد جدا، وفريرا النهارده في المؤتمر الصحفي ومع الونش اكدوا ان هم ان شاء الله جادين في المباراه، وان هم اتوا للفوز ثم الفوز ثم الفوز، ولا يفكروا الا بالفوز فقط لا غير. في الوقت اللي نبيل الكوكي مدرب فريق نادي شباب بلوزداد قال انه بيثق في لاعبته، وانه يعني بيشتغل على
الاراده بتاعت لاعبي شباب بلوزداد. مباراه ستكون صعبه للفريقين، لكنه عندنا امل كبير جدا في نادي الزمالك انه يفوز. الزمالك فاز، انا بقول لك مبروك، يبقى تاهل، لانه هتكون مباراته مع المريخ هنا لن يقبل الزمالك ولا جمهوره ولا مدربه ولا اي منتمي لنادي الزمالك ابدا انه الزمالك يفرط في هذا يعني او في هذه الفرصه. وكل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. من الاهلي والزمالك الى فيوتشر اللي هيلعب مع اسكو ديكارا التوجولي، والفرصه مهيئه بقوه للفوز، الفوز الغالي اللي حققه فريق نادي فيوتشر على فريق الجيش الملكي، يعني قوى من ظروفه ومن فرصه باذن الله في الفوز وفي التاهل. والفوز لفيوتشر هيرفع رصيده الى 8 نقاط ويقترب بشده باذن الله من التاهل ومن الصعود. على الجانب الاخر، نادي بيراميدز بيواجه مهمه شاقه امام الجيش الملكي في المغرب وسط جماهير حاشده ومحتشده، لكنه برضه رغم غيابات فخري لاكاي وغيابات كمان رمضان صبحي واثنين لعيبه تقال جدا، لكن فخر الدين بن يوسف بيأدي بشكل جيد، اسلام عيسى كمان خرج بسبب الاصابه، لكن عندنا ثقة في باقي اللاعبين، وإن شاء الله الأربع فرق يحققوا نتائج إيجابية تكون وتساعد في التأهل والصعود بإذن الله وتخطي دور المجموعات الصعب جدا. الفرسان المصرية، أهلي وزمالك، فيوتشر وبيراميدز، دعاء بالتوفيق والانتصار، وإن شاء الله يكون يوم سعيد لكرة القدم المصرية. طيب خلينا نروح للفقرة اللي بتحبوها، وعندنا النهاردة ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل في حصري مع شوبير. طيب يا جماعة، عشان البلبلة اللي بتحصل في الشارع وقصة كل حد ممكن يكتب خبر، كل الناس بتجتهد ومعاها الحق في الاجتهاد، لكنه فجأة أي حد يكتب وكلهم ليهم احترامهم يعني، فالدنيا بتقوم وما تقعدش يعني. إيه الكلام اللي اتقال للحارس الثاني لمنتخب مصر اللي هيبقى احتياطي؟ الأهلي بيفاوضه. طب الثلاثة الحراس بتوع المنتخب مين؟ محمد الشناوي اللي هو الحارس الأول. الحارس الثاني إما أحمد الشناوي حارس بيراميدز، أو إما محمد صبحي حارس الزمالك، أو محمد عواد. عواد عقده مع الزمالك ممتد. محمد صبحي عقده مع الزمالك ممتد، خلاص قصه منتهيه. يبقى هنا الكلام على مين؟ على احمد الشناوي. طب يا عم انا جبت لك مستند جميل جدا 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 في موضوع احمد الشناوي. بصوا بقى، في حاله ده العقد بتاع احمد الشناوي يعني، وده ليس مسربا، عشان انا ما بحبش موضوع تسريب العقود ده، انا عندي عقود قد كده بس كلها مسربه، فما بحبش لهذا. ده ليس مسربا، افهموها زي ما انتم تفهموها يعني. في حالة تعديل اسم النادي أو بيعه إلى أي مستثمر آخر، لا تسقط حق الطرف الأول الواردة بالبند الثاني. بصوا بقى، يحظر على الطرف الثاني بيع الطرف الثالث. هنا الطرف الأول هو نادي بيراميدز، الطرف الأول هو نادي الزمالك، الطرف الثاني هو نادي بيراميدز. بصوا بقى، يحظر على الطرف الثاني بيع الطرف الثالث اللي هو اللاعب أحمد الشناوي إلى النادي الأهلي المصري. العقد مكتوب فيه كده، إلى النادي الأهلي المصري خلال مدة تعاقده، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم بدفع مبلغ 10 مليون دولار أمريكي، يعني حوالي 320 310 330 جنيه مصري. أي خلاف لا قدر الله ينشأ بين الأطراف الثلاثة حول بنود هذا العقد يختص بنظر الاتحاد المصري لكرة القدم ويكون قراره نهائيا ومن بعده الفيفا. حلو كده؟ طيب بتقول لي طب ماشي، ما ممكن عدو يخص بقى آخر 2025 يعني، لسه 24 ولسه 25، السنة دي بقيتها يعني فاضل له سنتين ونص في تعاقده. يمكن الأهلي اتفق مع الزمالك على محمد صبحي وإحنا ما نعرفش مثلا. أو اتفق مع الزمالك، ما مين في مين 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 في المنتخب غير دول؟ هل في مثلا حد؟ إلا إذا كان مثلا محمد عبد المنصف رجع المنتخب والأهلي بيفاوضه يعني، ولو كل الاحترام طبعا. بس أنا اللي أعرفه إنه اعتزل يعني. فيا جماعة الله يخليكم يعني، بلاش الشغل اللي احنا دايما وابدا فيه كل واحد فيه بيدور على الترند.
ازمه سيف الجزيري، وزي ما قلت لكم الموضوع بسيط يعني وما فيهوش مشاكل، انه نادي الزمالك خلاص خلال ساعات هيحول 838 الف جنيه لصالح نادي الافريقي التونسي، لانه الفيفا الزم الزمالك بدفع المبلغ ده لصالح نادي الافريقي التونسي، لانه تم ثبوت انتقال الجزيري الى الفريق قادما الى من المقاولون العرب بمقابل مادي. الزمالك اتحرك عشان ينهي الازمه، عشان ما يحصلوش موضوع القيد زي ما حصل السنه اللي فاتت، والفيفا كان منح للزمالك مهله مدتها 45 يوم انتهت اول مارس، لكنه ما تفهمش سهي على المسؤولين في نادي الزمالك، فقالوا له طيب خلاص القيد اتوقف ثلاث فترات لحد ما تسدد المقابل المادي، وبالتالي خلاص الزمالك هيسدد وتنتهي الأزمة كما كان متوقع. كلام كتير عن مستحقات لعيبة نادي الزمالك من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان اداره الزمالك جهزت مبلغ 30 مليون جنيه، لان احنا كنا قلنا لكم امبارح ان اللعيبه قالوا فلوس امام عاشور دخلت 3 مليون دولار او 2.5 مليون دولار اللي هم حوالي 70 80 مليون جنيه، فالاداره وقالوا لهم عايزين فلوسنا وحقهم يعني، الاداره جهزت 30 مليون جنيه هتصرفهم للعيبه خلال الساعات القادمه ان شاء الله. طبعا ده عشان بيحفزوا اللعيبه قبل مواجهه شباب بلوزداد، وان شاء الله باذن الله تبقى الامور منتهيه ونقدر نقول ان ازمه مستحقات لاعيبه نادي الزمالك فرجت. ركز بقى معايا لانه الخبر اللي هقوله لك ده خبر مهم ومش هتسمعه الا عندنا. احنا كنا اتكلمنا على ازمات الحكام والمشاكل اللي موجودة عند الحكام والفلوس اللي ما كانوش بياخدوها، وقلت لاتحاد الكورة ادوا الناس فلوسها ماشي تمام، تم صرف المستحقات حتى الاسبوع ال14 بقى لهم 7 اسابيع ماشي مقدور عليها يعني. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، كاس الرابطة اللي فاتت الحكام ما خدوش فلوسهم، هي كلها 1,200,000 جنيه. احنا بعد ايام دور ال16 لكاس الرابطة الجديد هيبدأ، اتحاد الكورة الحكام قالوا له عايزين الفلوس، قال لك عند الرابطة، راح للرابطة قالوا لهم عند اتحاد الكورة، فده الحكام ما خدوش فلوس كاس مصر لحد دلوقتي، فهم هيروحوا بقى حاورين يا كيكة. ما استقروا يا جماعة الرابطة والاتحاد يتفقوا على اتفاق ويدفعوا الفلوس للحكام، هل النهاردة هنفاجأ بان الحكام ما بيرضوش يلعبوا وما يقدروش يعملوا كده، هتبقى مشكلة كبيرة ويطلعوا خاينين، فاتفقوا على اتفاق طالما الناس اشتغلت وحكمت تاخد فلوسها، هو ملوش دعوه، هو يروح للاتحاد ياخد فلوسه من الاتحاد، الاتحاد يتفق مع الرابطه، لكن انا كحكم محمد عادل ولا محمد الحنفي ولا محمود البنا ولا 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 مش، هو مش مطالب انه كل شويه يروح لحد يقول له اديني فلوسي، جماعه ده مش اصول. قبل ما تبدا كاس الرابطه الجديده او لما يبدا كاس الرابطه الجديد لازم 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 يتم حل ازمه فلوس كاس الرابطه السابقه، لان انت الفاينل جبت حكم من اسبانيا بقد فلوس الحكام كلهم، ده هتكلفه حوالي 600,000 جنيه، يعني نص المبلغ ده. فيا جماعه في ايه يا جماعه؟ وما كانش محتاج يعني، انه كان محله وفيوتشر وما كانش فيه مشاكل والفرقتين كانوا راضيين باي حكم مصري وما اكتر الحكام اللي عندنا. دي قضيه. القضيه الثانيه بقى او النقطه الثانيه، ركز معايا، معسكر الحكام حصل فيه مشكله كبيره. ايه هي بقى؟ فيتور بريرا اللي هو رئيس اللجنه الجديد قال لك انا هعمل اختبار بدني بشكل مفاجئ للحكام في منتصف الموسم، هو المفروض رسميا ممنوع لكنه الراجل عايز يشوف حاله كل واحد. حلو كده، ركز بقى معايا. نتيجه الاختبار ان محمد عادل جات له اصابه في وتر اكيلس، عنده مباراه يوم السبت بين حريه كوناكري وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا، هو سافر بالسلامه ان شاء الله لانه معاه حكم رابع، فنتمنى انه يلحق المباراه. الحاجة التانية انه محمد الصباحي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية، وفي كمان حكام صاعدين اصيبوا هما الاخرين. الحاجة التالتة بقى ان ابراهيم نور الدين، محمود ناجي، محمود ابو الرجال، هاني خيري، سامي هلهل، محمد الحنفي ده مصاب، قدموا اعتذار عن عمل الاختبار لانه بشكل مفاجئ ومن غير استعداد وممكن تحصل لهم اصابات. على فكرة هما بيتكلموا صح، بيتكلموش غلط، لانه الاختبار ده اختبار صعب جدا يا جماعه وقاسي جدا جدا جدا،
فمن حقهم ان هم يعتذروا يعني. بس انا بقى عندي الحنفي مصاب، عندي محمد عادل مصاب، يا رب الحق المباراه، عندي الصباحي جاله تمزق. سؤال، هل من حق الراجل رئيس اللجنه انه يعمل اختبارات؟ من حقه، بس الحاجات دي يا جماعه بيتم تاهيل الحكام ليها وبتقول لهم من بدري، لان بتبقى معروف الاختبارات هو من حقه ادبيا مش من حقه قانونيا يعني، بتعمل لهم اختبارات فتبلغهم الاول لانه يبدا يجهز نفسه ويشتغل، لانه هذا الاختبار هو يعني اختبار شديد الصعوبه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وان كل هذه المشاكل تنتهي وتنتهي على خير بسرعه جدا يعني. الجهات الامنيه وافقت على حضور 20,000 مشجع لمباراة مصر وملاوي باستاد القاهرة، كنت اتمنى انه يبقى افضل من كده اكتر من كده، لكنه ماشي. طبعا احنا قلنا اي حاجة بيقولها الامن احنا موافقين عليها، ما عندناش ادنى مشكلة، نتمنى ان شاء الله الامور تعدي على يعني خير ونكسب ماتش ملاوي مهم جدا جدا جدا، 6 بونت مش 4 بونت كمان، 4 بونت خلاص انا بقى يعني ان شاء الله ان شاء الله تأهلنا. بس انا بتكلم عشان التصنيف، هفضل كل شيء اقول لك من دلوقتي التصنيف 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 التصنيف، فمهم جدا ان احنا نسعى للفوز بكل المباريات القادمه باذن الله. منتخبنا الاولمبي بيواصل معسكر استعداداته لمواجهه زامبيا، وفيتوريا راح زار المعسكر، حاجه جميله جدا يعني، ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه محترمه. عندنا مباراه وديه مع منتخب السودان ان شاء الله السبت في 6 مساء بملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر. تعالوا نروح نشوف الدنيا عامله ازاي في المنتخب الاولمبي ونرجع لكم من جديد. احنا عندنا زي ما حضرتك عارف يوم السبت بعد بكره ان شاء الله ماتش ودي ضد السودان، ده هيبقى اخر ماتش لينا قبل ماتش زامبيا. احنا عسكرنا لسه فيه طبعا لعيبه مش موجوده معانا، اللي هي اللعيبه اللي عندها ماتشات في افريقيا، طبعا لما ينضموا يبقوا اضافه لينا، وشغالين دلوقتي على الشغل بالمجموعه اللي موجوده، والشغل اللي هو مستر ميكالي بيكلمنا عليه ان احنا ان شاء الله نقدر نطبقه عشان نبقى برضو يعني نقدر نعمل ماتش كويس قصاد السودان يدينا دفعه ان شاء الله في ماتش زامبيا الرسمي. احتكاك السودان احتكاك قوي؟ طبعا دلوقتي اي دوله في افريقيا بيبقى عندهم فريق قوي عشان في سرعه وفي قوه، فاي احتكاك بيبقى قوي. واحنا دلوقتي يعني هي دي الحاجات المتاحه، فاحنا نركز فيها ان شاء الله ونعتبرها زي بروفا اخيره للماتش زامبيا ان شاء الله. فرص مصر للتاهل كام يا مهرب؟ طبعا احنا واثقين في امكانيات اللعيبه يعني، الحمد لله اللعيبه كلها موجوده على اعلى مستوى، فاحنا طبعا طموحنا ان احنا دلوقتي واخدينها خطوه خطوه، خدنا اول حاجه اسواتيني، دلوقتي ماتش زامبيا، بعد ماتش زامبيا ان شاء الله هيبقى طموحنا البطوله عشان من خلال البطوله نصعد اولمبياد. جمعنا امبارح والكوتش اتكلم معانا عن اهميه الماتش بتاع زامبيا، وان احنا هنلعب ماتش السودان ده اللي هو بروفا يعني قبل الماتش وكده، والحمد لله مبتدين المعسكر من امبارح بشكل كويس، وان احنا بنجهز يعني، والحمد لله الامور تمام كلها يعني. ماتش تصفيات يعني لازم نكسب، وكويس حاجه كويسه ان اول ماتش في ارضنا، فان شاء الله ان احنا نقدر نعمل اللي علينا ان احنا نكسب في الماتش ونطلع بنتيجه ايجابيه هنا، ونروح هناك برده ربنا يكرمنا ونصعد ان شاء الله. فرص مصر في التاهل ازاي؟ والله هو ما فيش حاجه بعيده، كل حاجه بالتعب وبالاخلاص وكل حاجه، واحنا الحمد لله شغالين مع الراجل بشكل كويس وبنتمرن بشكل كويس ومستعدين للماتش بشكل كويس، وربنا يكرمنا ان شاء الله يعني. احنا اللعيبه كلها، معظم اللعيبه اللي موجوده لعبت دوري ممتاز واحتكت كتير، كل واحد بقاله اكتر من سنه او سنتين بيلعب وبيشارك مع فرقته، فطبيعي يعني ان حاجه شكل دي تبقى حاجه طبيعيه يعني. اتحاد الكره النهارده اعلن انه مش هيبقى فيه مدربين اجانب للفرق الصغيره، المنتخبات الصغيره اللي هتترا يعني هيتم تكوين اجهزتها الفنيه. انا ليا طلبين، هقول اسماء عشوائيه يعني، هقول مثلا شريف عبد الفضيل، هقول وائل رياض، هقول محمد شوقي، هقول حسين ياسر محمدي، هقول عادل عبد الرحمن، هقول عمرو انور، هفضل اقول لك اسماء كتيره جدا ممكن تدرب وانت مغمض منتخبات الصغيرين. حاول ربيع ياسين يعود من جديد، لانه ربيع كان عنده نجاحات
كبيره جدا مع منتخبات الشباب، وهو عنده القدره انه يعرف بيكون منتخب من الولاد الصغيرين وبيطلع بيهم خطوه خطوه، وراجل ملتزم منضبط محترم، بيبقى اللعيبه طالعه على اسس وبشكل جيد يعني. فما تقعدش، ده الطلب الاولاني. الطلب الثاني، ابوس على ديكو اهو، من فضلك ما يجيش يقول لك اصل اهاب الكومي من طنطا فنجيب واحد من طنطا، اصل محمد ابو الوفا من الصعيد فنجيب واحد من الصعيد، اصل اللي هو مشهور من اسكندريه فنجيب واحد من اسكندريه، اصل عامر حسين من اسكندريه فخلاص كده تزكيه يبقى اتنين من اسكندريه. مفيش اختيار منتخبات كده، مفيش اختيار اجهزه كده، مش عشان اراضي ده وطبطب على ده، وده كان بيحصل في كل الاوقات في الاتحاد حتى بما فيها الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، بيبقى الضغط اكبر والضغوط اكبر وده وبيتكلم وناس وتيجي. ارجوكوا اختاروا بالكفاءات، اختاروا بالنجاحات. عندك محمد شرف في النادي الاهلي بشكل جيد، عندك مدربين كتير جدا موجودين شاطرين، وليد صلاح، عبد اللطيف، عندك مدربين كويسين جدا ممكن يبقوا موجودين لتدريب المنتخبات. ارجوكوا مره المعايير اللي بيقول عليها اتحاد الكره اللي انا مش عارفها طبقها عشان يبقى في نجاحات باذن الله. منتخب الكره النسائيه خسر من الجزائر 2-1 النهارده، وانا قلت لكم على فكره انا مش هاممني النتائج، انا هاممني انه بقى عندنا منتخب وبقى عندنا اولاد يعني واعدين، فنتمنى لهم التوفيق. احنا كنا كسبنا تونس 3-1 وكانت المغرب اتعادلت مع الجزائر 1-1، النهارده المغرب كسبت تونس 3-0 واحنا خسرنا من الجزائر 2-1، نتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله. في السعوديه تم ايقاف طارق حامد مباراه و10000 ريال لانه اتخانق مع حارس مرمى فريق الفيحاء. ارجوك يا طارق خلي بالك، الجو غير الجو والحياه غير الحياه وانت ماشي بشكل جيد جدا هناك. بالتزكيه جياني انفنتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكره القدم في وسيف الدين الجزيري في القائمه الخاصه بمواجهه ليبيا في تصفيات امم افريقيا، وفي جنوب افريقيا بيرسي تاو على راس هذه القائمه. من شويه كانت في مباريات الدوري الاوروبي، الحقيقه مفاجاه مدويه، سبورتنج لشبونه اقصى ارسنال في الارسنال، تعادلوا 1-1 وكانوا متعادلين في الذهاب 2-2، ضربات الترجيح ابتسمت لفريق سبورتنج لشبونه. سبورتنج لشبونه يا جماعه الرابع في الدوري البرتغالي، الارسنال متصدر الدوري الانجليزي، وهذه حلاوه ومتعه كره القدم. فاينورد الهولندي بيتاهل بعد فوز قاسي على شختار دونيتسك الاوكراني بسباعيه، ومانشستر يونايتد بياكد فوزه على ريال بيتس بهدف بعد ما كان فاز في الذهاب برباعيه. فرايبورغ بيخسر من جديد امام اليوفي 2-0 واليوفي يتاهل. فنار بخشه بيفوز على اشبيليه 1-0 لكنه بيخسر لان اشبيليه فاز في الذهاب 2-0. ريال سوسيداد بيتعادل مع روما 0-0 وروما بيتاهل. فرانك فارش المجري بيخسر 2-0 امام باير ليفركوزن بياكد فوزه باير ليفركوزن ويتاهل. سان جلواج البلجيكي بيفوز 3-0 على يونيون برلين، كان تعادل في لقاء الذهاب 3-3 وتاهل سان جلواج. في دوري المؤتمر الاوروبي ليخ بوزنان البولندي بيفوز على يورجدن السويدي، وفرونتينا الايطالي بيفوز على سيفاسسبور التركي، وبازل السويسري بيفوز بضربات الترجيح على سلوفان براتسلافا السلوفاكي، وستهام يونايتد 4 على ايكر لارناكا القبرصي وبتاهل. ايزيد الكامار بيجدد فوزه على لاسيو 2-1 ويتاهل. فياريال بيخسر على ملعبه من اندرلخت 1-0 واندرلخت بيتاهل. ونيس الفرنسي بيفوز على شريف تريزابول المولدوفي وبيتاهل فريق نيس. دي الاخبار اللي عندنا اعزائي المشاهدين والمتابعين. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل اسلام سامي. يسعى الرباعي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر لتحقيق الفوز عندما يخوضون الجولة الخامسة لحسم تأهلهم لربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية. الأهلي سيكون على موعد مع اختبار صعب أمام القطن الكاميروني مساء الجمعة على ملعب رومدي أجيا بمدينة جاروا.
الأهلي ثالث ترتيب المجموعة الثانية، لا بديل أمامه عن الفوز لإنعاش آماله في التأهل بعد أن تكبد خسارة قاسية في الجولة الرابعة أمام صن داونز بهدفين لخمسة. الزمالك صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة يخوض لقاء مصيريا أمام شباب بلوزداد الجزائرية على ملعب 5 يوليو مساء الجمعة أيضا، أملا في العودة بنقاط المباراة لتعديل موقفه بالمجموعة. يأمل بيراميدز متصدر المجموعة حسم تأهله لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على الجيش الملكي على ملعب الأمير عبد الله بالرباط مساء الأحد، وتقديم هدية لفيوتشر الذي ينتظر تعثر الفريق المغربي على ملعبه حتى وإن كان بالتعادل. يبحث فيوتشر عن فوزه الثاني تواليا عندما يستضيف إسكو كارا التوغولي مساء الأحد على ملعب السلام. فيوتشر حقق فوزا ثمينا على الجيش الملكي المغربي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة، وعزز موقعه في المركز الثالث بخمس نقاط. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلينا نرحب سوا باللي منورنا ومشرفنا اسلام سامي. مساء الفل يا اسلام. مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. طمني عليك. والله انا بخير الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. واحنا مش هنخلص من قصه تلاحم المباريات، ولا هي قصه حقيقيه مع النادي الاهلي؟ يعني جزء حقيقي وجزء انا شايفه السنه دي مش حقيقي صراحه. يعني السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان التلاحم صعب جدا على النادي الاهلي، انه كان بيكمل دوري بيوصل لاخر حاجه في افريقيا، بيروح يلعب كاس عالم الانديه ويرجع ويكمل وهكذا. الجديد بس السنه دي ان اداره النادي الاهلي في اخر الموسم اللي فات اخذت قرار، قال لك احنا هنريح اللعيبه الكبار. حلو. واللعيبه اخذت اجازه وعملت فتره اعداد وجي مدرب جديد واشتغل. فانا بشوف ان موضوع الاجهاد البدني ده اكيد اللعيبه مجهده، لان الاربع ماتشات بتوع كاس عالم الانديه اللي جم للاهلي في نص الموسم وراح لعبهم لغايه الاخر، وفيهم ماتشين نعم. صعبين جدا، ريال مدريد فلامينجو، مهما قلت ده ليفل صعب جدا طبعا. فانت محتاج تبقى مشدود بدنيا وفنيا وكل حاجه وذهنيا كمان، اثرت مع لعيبه الاهلي. لكن في الاخر ده مش مبرر لحاجات كتيره جدا، لان في لعيبه انت بتشوف ان بيحصل لها روتيشن. ايوه. فاللعيبه دي برده بتلاقيها مردودها البدني في الارتداد مثلا ضعيف، في حالات في ماتشات سان داونز ارتداد ضعيف، ماتش الداخليه في ارتداد ضعيف. فموضوع الالتحام ده يا كابتن خلي بالك، الاهلي واحد من الفرق بعد صفقات يناير تحديدا بعد ما الكهرباء رجع، بعد خالد عبد الفتاح، بعد مروان عطيه، بقى عنده زي ما بيقولوا عمق في التشكيله اكتر طبعا. بقى عنده بدايل اكتر. نعم. رامي ربيعه رجع، بقى عنده بودلة النهارده، ياسر موجود، رامي موجود، لا محمد عبد المنعم. فبالتالي بشوف بصراحه ان ده ليه دور بس مش الدور الاكبر. الدور الفريق عنده مشاكل فنيه متكرره بقى لها فتره كتيره بتحصل، وفي هزات بتحصل مش منطقيه، هزات من اللعيبه، ان لعيبه الاهلي الجيل ده تحديدا كان عنده شخصيه اقوى من كده في ماتشات معينه. نعم. ما كانش سهل يتقدم ويرجع حد عليه في النتيجه. نعم صحيح. ما كانش سهل ان انت تبقى كسبان فيوتشر والداخليه وسان داونز في ماتش القاهره. نعم. وفجاه تلاقي نفسك دخل فيك اجوان. في ماتشات بيبقى مادي كويس قوي وفجاه تلاقي الكيرف قل. صح. يمكن الاهلي لعبته زي لعيبه الزمالك، زي لعيبه للاسف معظم فرق الكوره في مصر دلوقتي. ما تتوقعش اللعيب ماتشين ورا بعض يبقى مستواه ثابت. بس برضه جماهير الاهلي او المسؤولين في الاهلي يقول لك ما كانش ينفع ابدا نلعب المقاولين عرب وبعدها بثلاث ايام او اربع ايام اسافر لسان داونز جنوب افريقيا، رحله مرهقه جدا، وبعدين العب مباراه ثقيله زي سان داونز، وبالتالي الارهاق كان متواجدا. عندي وجهه نظر في النقطه دي. كولر من يوم ما جه الاهلي الراجل بيعمل روتيشن طول الوقت. نعم. الوقت ضيق وبتلعب سبت ثلاث سبت، كل اللي بيلعب في افريقيا بيلعب سبت ثلاث سبت، يمكن الاهلي على طول عنده بلس 3 4 اللي هم بتوع كاس عالم الانديه. نعم. اي حد. فانا كنت بشوف ان هو كان لازم يعمل روتيشن في الماتش ده. انت بتعمل روتيشن ماتش المقاولين، ماتش المقاولين، بس هو برضه خلي بالك ما هو البطوله اللي هو الاقرب ليها دلوقتي بطوله الدوري. مظبوط. وبالتالي هو عصفور في اليد احسن من عشره على الشجره. مع حضرتك. فانا ما العبش مع المقاولين وانا اضيع بونتين ولا ثلاث نقاط، خاصة ان فرقة صعبة. طبعا
فرقه صعبه جدا، والماتش ده كان صعب رغم يعني لولا الاهلي تقدم بهدفين ما كانش هيكسب. مظبوط. مثلا على سبيل المثال مباراه القطن الكاميروني لما الاهلي تقدم في 2-0 وقبل ما الجيم يخلص هو عمل تغييره وطلع علي معلول لعبه جناح. نعم. انا بشوف ان انت لو عندك نص دقيقه تريح علي معلول ريحه. بالظبط. فكملت الماتش للاخر بعلي معلول. نعم. ليه؟ نعم. كان لازم يقعد على الدكه. دي انت معاك حق فيها. تمام. ماتش المقاولين محمد اشرف موجود، هقول ان ماتش صعب حد علي معلول. لكن عندك عناصر كتيره في نص الملعب تقدر ترتيت فيها. والسؤال لماذا لا يستفيد من ايمن اشرف كظهير ايسر؟ بص يا كابتن، ده يعني اذا كان عايز يلعب علي معلول قدام، طب ما انا انزل اشرف باك ليفت ولعب ايمن يعني محمد اشرف يلعب قدام وايمن اشرف يلعب باك ليفت، خاصه انه ايمن ده لعيب منتخب ولعب كاس عالم ولعب بطوله افريقيا وعنده خبرات كثيره جدا يعني. لا ده الاهلي ما اكتر الاجنحه اللي انت ممكن تلعبها قدام، يعني انت كهربا بيلعب جناح، محمد شريف بيلعب جناح، طاهر محمد طاهر طبعا كان في لعيبه مصابه وحسين الشحات مصاب كان، لكن مثلا ايمن اشرف يلعب باك ليفت يريح علي معلول، يلعب مساك ناحيه الشمال. نعم. ايمن اشرف بيلعب مساك لما بيلعب بثلاثه، الاهلي ما بيلعبش بثلاثه، لكن انا قصدي ان ايمن عنده خبرات عريضه، بس الراجل ما دخلوش ولا مره. فواضح ان في حاجه. انا بشوف ان ايمن اشرف واضح ان هو ما عندوش قناعات، لكن انا بشوف ان لازم ان ايمن كان يبقى ليه دور. نعم. طول ما انت قادر تريح علي معلول تحديدا ريحه. صحيح. طول ما انت قادر تريح المنتخب كمان طبعا عنده ماتشين ورا بعض. مظبوط يا كابتن. نعم. هو لعيب دولي طول الوقت متواجد وطول الوقت بيسافر وانت بتعتمد. انا عندي سؤال. يعني دفاعات الاهلي اللي هي اقوى دفاعات في البطوله في المحليه، 7 اهداف فقط لا غير، واللي واصله نهائي الكاس باداء رائع جدا وماشيين بشكل اكتر من محترم واكتر من ممتاز، هذه الدفاعات هي اللي بيدخل فيها هدفين من صن داونز في القاهره وخمسه في بيروتوريا و4 من ريال مدريد و4 من فلامينجو، برضو عدد كبير جدا طبعا من الاهداف يا اسلام. يعني قول لي الفارق ما بين الدفاع في الدوري المحلي قدام بيراميدز او وهو نفس الدفاع امام سان داونز مثلا. اولا يا كابتن، يعني اعتقد الفتره الاخيره في ناس كتير جدا اتكلمت عن سان داونز وعن مشروع الفريق، والفريق فعلا قوي وهجومي. ولكن الفريق ده بقوته بالقيمه السوقيه بتاعت اللعيبه لما بيلعب قدام الاهلي، سكواد الاهلي ده مش سكواد قليل ابدا طبعا، عشان بس نبقى متفقين طبعا. خلينا بس نقول حاجه، في حاجه بتحصل بتتغير مع الوقت من مع مارسيل كولر. مارسيل كولر مدرب كويس جدا مع النادي الاهلي، عنده اسلوب هجومي بحت. ايوه. ولكن الراجل كان في الاول عنده قدره من التوازن، بمعنى لما كان بيلعب ضد الزمالك في السوبر في الامارات هو اللي دخل طاهر محمد ظهر كانه باك رايت وقفل بيه على احمد فتوح في الجبهه الشمال دي. نعم. تمام. فده كان جزء. لما كريم فؤاد كان بيلعب في الملعب جناح كان بيرجعه يلعب مدافع خامس. بدون شك مفتقد كريم فؤاد واكرم توفيق، مش عايز افصال يعني مليون في المية، يعني عشان بس الناس ناسياهم دلوقتي. طبعا. لكن الاثنين دول كانوا عاملين جبهه في يمين غير عاديه، واحد جناح وواحد باك. طبعاً. والاثنين ما شاء الله عليهم وشباب ما شاء الله. فانا مع حضرتك. نعم. لكن انا بستغرب 4-2-3-1 بعدين 4-3-3، وانا عارف كويس ان القصه مش في الارقام، القصه في التوظيف. لكن نعم. ليه انا العب ضد ريال مدريد العب ضد فلامينجو باثنين بس بمروان عطيه مثلا وحمدي؟ ليه العب قدام امبي في الدوري ب 4-3-3؟ نعم. فعلمت اللعيبه ادوار معينه وفجاه رجعت اديت الادوار دي. ليه القندوسي اخذ في ماتش سان داونز من وجهه نظر لحساب مروان عطيه؟ ممكن هو الراجل كان عنده ريسك معين، انا عايز اضغط بثلاث لعيبه من قدام، اخطف الكوره بيرسي تاو يروح يسجل زي ما حصل. نعم. وبيرسي تاو ما كانش بيدافع على فكره في الماتش. نعم. هو كان مديله ادوار ما يدافعش. واضح. لخبطت الدنيا. عمل حاجه شبه كده في ماتش فلامينجو تحديدا. نعم. انا هوري لحضرتك كده شويه حاجات اتغيرت على مدار الفترات نشوف. الاخيره في الصور. يلا. شكل دفاع الاهلي في الدوري. نعم. وهوري عليك الاهلي كان بيدافع ازاي قدام بيراميدز وازاي تروح تلعب سان داونز بالدفاع ده. تعالى نلعب الصور على طول. يلا بينا. نشوف الحاجات اللي عايزها تتحسن الاهلي. في ماتشات كتيره. بص يا كابتن، ده ماتش الاهلي والزمالك في السوبر. نعم. ده طاهر محمد طاهر اللي عليه السهم ده فتوح. نعم. وطاهر محمد طاهر رايح له كان بيلعب. نعم. خامس في الدفاع. طاهر بيلعب خامس. نعم. ويومها كل الناس اشادت بكولر لانه قفل على احمد فتوح لحد ما فتوح اتصاب وطلع. تعال نكمل الصوت. تمام. عشان نشوف الاهلي بيلعب ضد بيراميدز. تمام. والاهلي كان متقدم من اول مباراه بجول عمرو السوليه 5 في الدفاع، بيراميدز فريق بيهاجم ب6، فالاهلي بيرجع حط كريم فؤاد باك رايت وبيزق اكرم توفيق لجوه او محمد هاني. تعال نروح ناخد اللي وراه في ماتش بيراميدز ده، الاهلي بيدافع 4-4-2. بص حضرتك بقى المساحه دي قد ايه يا كابتن؟ نعم. المساحه دي ضيقه جدا، 20-25 ياردة. نعم. مفيش اي امل ولا عبد الله يستلم ولا رمضان وهكذا. 4-4-2 في قمه النظام. تعال ناخد صور اللي وراه، لما في نفس المباراه احتاج يفتح عرض ملعب 6-3-1. الاهلي. نعم. بيدافع قدام بيراميدز 6-3-1 وهو متقدم في النتيجه. بيدافع وبيشتغل على التحولات وبيسجل منها. نعم. فعندك القدره انك وبص بقى مين دول الاثنين دول ده. برونو سافيو، حسين الشحات، قفشه،
كان كل دول كانوا في الملعب. نعم. يعني مش بقول لك بيلعب بثلاث ديفندرات، الملعب كله 20 25 يارد بالظبط، ونفس المنظر. نعم. هنا خمسه الباك رايت اللي هناك ده حسين الشحات. الاهلي افتقدوا في ماتشات مهمه لانه من اهم اللعيبه، لكن ده حسين الشحات، برونو سافيو. نعم. او عبد القادر ماسك اسلام عيسى. تعال بقى اتفرج على ماتش سان داونز. اولا بص حضرتك المساحه من بيرسي تاو لغايه اخر لعيب في الاهلي. نعم. المساحه وسعت شويه. الدايره اللي في النص دي اللي جوه قلب الملعب ده محمد. نعم. هاني اللي على اليمين ده ياسر ابراهيم. اما كل لعيب من الاهلي بيسيب مكانه بيقوم جاي زميله طالع وسايب المكان. نعم. فمحمد هاني واقف فين وياسر ابراهيم؟ بص بقى المساحه ما بين ياسر واللي جنبه. بص منظر لعيبه الاهلي كابتن الخمسه دول. نعم. وبص الرباعي مش باين في الكادر اصلا، الديفنس مش باين. تعال ناخد شويه صور. يبقى اذا انت النهارده بتدافع كده قدام سان داونز، وكنت بتدافع كده قدام بيراميدز. ده منظر لعيبه الاهلي. هنا الشكل الاقرب الاكثر تنظيما في الماتش 4-4-2. خد الصوره اللي وراها وبص الراجل اللي هيجري من اليو ديانج. محمد هاني مع واحد، بيرستون مع، بص اليو ديانج الراجل قطع من قدامه وجري خلاص. نعم. الكره اتلعبت، اتضرب اليو ديانج، كره كملت، ادي لعيبه الاهلي واقفين كلهم على خط واحد. بص كام واحد. نعم. اصفر اللي معاه الكره ده عنده كام خيار تمرير. نعم. لعيبه الاهلي كلها واقفه سته، وبعدين سان داونز، وبعدين اربعه. نعم. الاربعه اللي واقفين ولا واحد فيهم بيرجع يعمل مسانده مع زمايله. صحيح. تعال نكمل ايه اللي اختلف. ده ماتش فلامينجو في كاس. نعم. عالم الانديه. الاهلي كان بيلعب بمروان وحمدي فتحي، ادي الاثنين الديفندرات، عشان نص الملعب يتملي بيقوم جاي مدخل احمد عبد القادر في النص. اللي عليه الدايره عند الدايره بالظبط. تعال هنا ثلاثه هم. نعم. فيهم احمد عبد القادر. هل احمد عبد القادر بيجيد الادوار الدفاعيه في قلب الملعب؟ لا، فاحمد عبد القادر بيخش يعملها. تعال ناخد بقى الصوره اللي وراها. هنا احمد عبد القادر وحمدي وطاهر ومروان، بس بص حضرتك الاجنحه واطراف الملعب هم عندهم تماما. نعم. على طول هياخد الكره، يبقى واحد على واحد على معلول او على محمد هاني. فانت ليه غيرت اسلوبك من ماتش بيراميدز. نعم. لماتش ده؟ تعال بقى اتفرج على الماتش ده. هو هنا بيضغط بالاسلوب ده، القندوسي واقف ضاغط على الراجل في نص الملعب بالظبط. تعال ناخد الصوره اللي وراها. بيرسي تاو هيطلع يضغط، اول ما بيرسي تاو يطلع يضغط الكره هتتلعب في ظهره. قال ديانج واقف، الراجل ده عنده شارع يتحرك. صحيح. فيه اوتوماتيك، انا لازم الراجل الجناح يبقى قافل الحته دي، ولو الجناح ده اتقطع في واحد من نص ملعب هيرحل. طيب خليني يعني معلش اجري معاك، ازاي في نص دقيقه ازاي الاهلي يفوز على القطن؟ اول حاجه القطن فرقه اكثر الفرقه تواضعا. نعم. الجبهه الشمال بتاعه الاهلي اقوى بكتير جدا هنا. نعم. في ماتش مصر سجل 3 اهداف من الجبهه دي علي معلول. النقطه الثانيه ما بين السيرتر باكس بتاعتهم عندهم مساحات واسعه جدا. نعم. سواء كهربا او محمد شريف او بيرسي لازم يقطعوا في القلب. الاهلي عنده مساحات كبيره جدا قدام كويس. الفرقه دي هم. نعم. فريق دفاعيا ضعيف. صحيح. لكن الاعتماد كله من وجهه نظري لازم الجبهه علي معلول قدامه مثلا طاهر او قدامه ايا كان يعملوا اوفرلود من الجبهه دي اكثر جبهه الاهلي يقدر يخترقها في فرقه القطن الكاميرون. الفاصل بعد الفاصل فرص الزمالك وايضا تكتيك الزمالك امام شباب بلوزداد الجزائري. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. الزمالك اعتقد بيقابل فريق عنده حماس، فريق محترم، فريق جدي، فريق قوي بكل حاجه، لكن بالتاكيد فريق شباب بلوزداد عنده مشاكل ابرزها. كابتن بالتاكيد زي ما حضرتك قلت هو فريق قوي معاه نبيل الكوكي المدرب التونسي. خلينا نقول بس ان هم هيلعبوا في ملعب 5 جويليا، وغالبا ده الملعب اللي الزمالك كسب فيه المولوديه من سنتين 2-0 فالخيره. اعتقد بجونين اوباما اعتقد وشيكابالا. الفكره كلها الفريق ده قوي جدا هجوميا. عنده مشاكل دفاعيه، عشان بس نبقى متفقين هو عنده مشاكل دفاعية. عنده مشاكل احيانا في الطلوع بالكوره، بس هذا الفريق القوي جدا هجوميا لم يسجل الا هدفين. ما هو بقى كابتن في حاجه، سجل في الزمالك 1-0، سجل في المريخ 1-0، خسر المريخ 1-0، وخسر بالترجي 1-0. بيوصل كتير. نعم. عنده اكتر من عنصر يقدروا يوصلوه كويس جدا. ولكن دايما انا بشوف ان اهم اتنين لعيبه في الفريق ده هم حسام الدين مرزق وزكريا دراوي لعيبه نص الملعب. الزمالك في مباراه الترجي
فيريرا عمل مباراه جيده من بتوع السنه اللي فاتت. انا بقول ده ماتش للزمالك من بتوع السنه اللي فاتت. فريق بيضغط كويس جدا، فريق منظم عنده دوافع. اهم حاجه الزمالك يعملها زي ما عمل في مباراه الدراكي، انه يضغط على حسام الدين مريزي وزكريا دراوي، الاثنين دول ما يستلموش الكوره. هم دول العقل المفكر في وسط الملعب، الاثنين في نص الملعب بيطلعوا الفريق بالكوره. وبيلعب 4-2-3-1، قدامهم لعيب كويس جدا اسمه اكرم براس بيستلم الكوره، بلاي ميكر ومتحرك جدا وما بيوقفش، يعني بيسلم الكوره ويروح يستلم ويلف وهكذا قبل ما تروح عند الحته الهجوميه بتاعتهم لوالا ووامبا. وامبا ده بالمناسبه عنده 20 سنه والوالا ده كاميروني، الوالا 24 سنه 23 سنه، الاثنين لعيبه صغيرين والاثنين لعيبه سرعه وكويسين وهم اللي شكلوا خطوره على مرمى الزمالك هنا. اهم حاجه الزمالك يبص على الفريق. تعال نلعب الصور سريعا ورق على بعض المشاكل بس اللي عايز اقول لك بس انه شباب لوزاد عنده حارس كويس. جندوز حارس مرمى كويس. اليكسيس جندوز. اليكسيس جندوز. بص يا كابتن، اهم اثنين بص حضرتك رقم 5 ورقم 6 حسام الدين مريزي هو لعيب معروف، ورقم 6 اللي هو دراوي. طول ما انت ضاغط على الاثنين دول انت مضايق الفرقه دي جدا. فزي ما بقول حضرتك زي ما الزمالك عمل في مباراه الترجي. تعال نلعب الصوره اللي وراها. ده ماتش المريخ. ده ماتش المريخ اللي انتهى 1-0 ليهم. والمريخ بالمناسبه بقت فرقه قويه، مش طبعا. فرقه ضعيفه طبعا. الهلال بقت فرقه كويسه جدا، عندهم راجل جايب 4 تجوان ليوبو، ده لعيب كويس جدا. فده رقم 6 بيتضغط عليه بتعطل الفرقه. تعال نلعب الصوره اللي وراها عشان نوريك برده. ده الزمالك قدام الترجي، دي الكوره اللي سيف جعفر قطعها جاب جون. بس بص حضرتك سيف جعفر وراه دونجا واخد غيلان الشعلاني. في النص في لعيب كمان من الزمالك ضاغط على محمد بن رمضان وعلى فوساني كوليبالي. اي حد في نص ما بتضغط عليه ده اللي عطل الترجي، ده اللي خلى الزمالك خطف الكوره 4 مرات راح سجل واحده منهم. بص منظر الزمالك تحت الضغط يا كابتن. سيف الجزيري نازل يضغط على كوليبالي، وشلبي رايح شمال، زيزو ضاغط يمين، اللي في القلب ما بيستلمش الكوره. ده الشكل اللي الزمالك لازم يعمله بكره. وان كنت كمان بشوف ان هو ياخر خطوتين لورا عشان ما يفتحش الملعب قوي. تمام. هنا الراجل رقم 6 دراوي هيستلم، هيلف الكرة على طول، هتروح لبراس. بص بقى الراجل ده على طول هو اخطر لعيب عندهم. عندهم لعبه مهمه جدا. الراجل الباك رايت رقم 22 مختار بالخطر، ده رقم 22 ده طول الوقت طاير، طول الوقت بيستلم الكرة هيسلمها اوتوماتيك، الكرة اللي وراها هتلاقيه هو اللي بيجري فتح الخط، بتتعمل له في الشوط مش اقل من 2-3. فدي الجبهه اللي في ظهر احمد فتوح. لازم يتعمل له دعم كويس جدا. حتى الراجل ده اتصاب في مباراه المريخ، طلع نزل مكانه زميله بجره 21، نفس الكره هي بتتعمل لهم على طول. تعال ناخد صور اللي وراها. فدي جبهه مهمه على طول، ده بيسند الكره على طول تتلعب في ظهر الباك ليفت للفريق المنافس اللي هو فريق الزمالك عشان الراجل يروح اوتوماتيك. دي بيعتمدوا عليه اعتماد كبير جدا. الحقيقه دي المباراه الوحيده اللي انا ما اتفرجتش عليها فما قدرتش اعرف، لان قريت تصريحات نبيل الكوكي قال ضيعنا 4-5 فرص. انا ما اتفرجتش على المباراة. مش للدرجه يعني. هو كمان يعني هو الجون حظهم كان كويس فيه ان هم السكند بول بياخدوها على طول، الكره بتنزل بياخدوها بتكمل، الراجل ولا رقص الكره جت من خطا كمل جون. الشوط الثاني يمكن راح بواحده مع الهجمات المرتده لان المريخ كان مسيطر. لكن مش لدرجه 4-5 فرص من وجهه نظري. انا اتفرجت على الماتش كله. بص يا كابتن، الراجل هو براس اللي هيستلم الكوره، هياخد الكرة هيسلم على طول في الصورة اللي وراها واوتوماتيك هتلاقيه بيجري عشان يروح بعد كده يستلم من حسام رزق على طول. هو بس بيجري على طول ما بيوقفش بمعنى الكلمة، بيسلم ويلف يستلم، هيروح يستلم في ظهر لعيبة المريخ، هياخد الكرة. هتلاقي الجناح اللي داخله ده لوالا عشان يبدأ يسند على وامبا الرقم 29، وده لعيب خطر جدا. ده المهاجم اللي هيشكل خطورة على الزمالك في ايه؟ انه طول الوقت بيسندوا اللعب عليه. هو بينزل خطوتين لتحت يسند عليه. بص هو اللي هيروح يستلم هيسند هيقف يلف ويقوم جاي مطلع الراجل 28، بس هو المره دي هنا بيشتغل فردي وبيشوط على الجون. تعال نكمل بقيه الصور عشان اوريك وامبا ده، لان وامبا ده اخذ كذا كوره من محمد عبد الغني في ماتش الذهاب. شوط بقى كمل الصور اللي وراها سريعا. بص وامبا هيسند اللي جاي، هتبقى هجمه ليهم وهكذا. افضل كمل بقى الصور لان يا كابتن لو حضرتك تشوف الجون اللي دخل في الزمالك في مباراه امبي برضه نفس القصه. الراجل بيستلم بظهره يقوم لافف بمحمد عبد الغني ورايح. فدي اخطر نقطه. معرفش بقى الوينش هيبدا بكره ولا مش هيبدا، غالبا هيبدا، لكن الوينش بقى له فتره بعيد، سواء بقى الوينش جنبه حسام عبد المجيد جنبه ايا كان، الوينش وجوده مهم وبيدي ثقه. بص الراجل وامبا بيطلع ياخد الكره من فوق ازاي يا كابتن؟ هياخدها وهيقوم ساند للي جاي على طول عشان يكمل. فهو اول واحد بيطلعوا عليه وامبا، سواء في العالي او في كور في العمق. تعال نلعب الصوره اللي وراها. بص راح هجمت وكمل بقى، كمل الصور عشان نشوف بقى في ماتش الزمالك وامبا ده نفسه كان بيعمل ايه وايه المشكله اللي عند الزمالك. يلا يا جماعه الصور ورا محمد عبد الغني بيسيب دايما. بص محمد عبد الغني طالع مع وامبا هنا في ماتش القاهره ده. وامبا هيطلع يسند الكوره، هتروح الكوره بعد كده للراجل اللي ورا، تبقى شبه انفراد لفريق شباب بلوزداد على الزمالك. غلطه واحده متكرره 5-6 مرات هي هي. كمل الصور لغايه ما نوصل لصور ماتش امبي. نفس الكوره محمد عبد الغني بيترقص، الراجل بيروح بعد كده انفراد هو والجول. بص ده ماتش امبي.
اولا بص يا كابتن المنظر ده احمد العجوز. ليه جايبينه بالصور؟ ما كنا نجيبنه بالقطر يعني. انا جبته بالصور عشان ابين الحاله. بص ده احمد العجوز. احمد العجوز لعيب قصير القامه. بص دونجا، بص فرق الجامب. واحد نط واحد ما اتحركش خالص. دي نقطه ما ينفعش تحصل في ماتش مصيري زي بكره. تروح يوم جاي محمد حمدي، محمد عبد الغني هو نفس المنظر. يوم جاي لافف بمحمد عبد الغني، الراجل ملافف بيه مرقص اثنين، رؤى ومحمد عبد الغني. وبعدين يقوم لاعب ثرو باس لرفيق كابو اللي جاي المنطلق. وبالمناسبه غلطه كبيره جدا لاحمد فتوح، لانه كان لازم اعتقد يكمل معاه ما يقفش ويروح يسجل. الحالات دي اللي عمله امبي بيعمله وامبا لعيب بلوزداد في كل الماتشات. فالدفاع الزمالك لازم كره تتاخد من فوق. ما ينفعش الراجل اللي يلف ده تكتيك بيعملوه في الضربات الثابته. الراجل اللي تحت خالص ده هينزل ينزل ينزل تحت عشان يلعب له الكره لبره. ده في ماتش القاهره، بس المره دي نزل ما لعبلوش الكوره. تعال بقى خد الصوره اللي وراها في ماتش المريخ، هتلاقي نفس التكتيك هو هو. الراجل اللي هناك خالص اخر الكادر العب الصوره اللي وراها، هتلاقيه بيقطع كابتن نص دايره، هيكمل لجوه، كمل الصور، هيجري. ايوه مظبوط. يوم جاي رايح عند نقطه البنالتي، بس بقى اللي سوء حظه انه قلش الكوره. دي نقطه مهمه بيكرروها في كل الماتشات، فده تحذير لدفاع الزمالك ان الراجل الاخير ده بيقوم جاي قاطع عشان يلعبوا له الكوره لبره. في نص دقيقه كيف هيفوز الزمالك؟ الزمالك محتاج يلعب على المساحه اللي ما بين الاثنين سنتر باكس بتوعهم، عندهم نقطه ضعف كبيره فيها. محتاج يضغط على حسام مرزق ودراوي، اكتر اثنين عندهم مشاكل كبيره جدا. الاجنحه بتاعتهم ما بترتدش. يعني ادوار لزيزو يلعب ناحيه اليمين وما يروحش ناحيه الشمال. من وجهه نظري اللي هيلعب ناحيه الشمال انا بشوف يوسف اسامه او نداي. سريع عنده سرعه. يوسف اسامه او نداي. الباك رايت اللي قلنا عليه رقم 22 ده على طول طاير. ده تدريب الزمالك من شويه يا جماعه. الراجل رقم 22 الباك رايت طول الوقت طاير. في مساحات كبيره جدا في ظهره. في مساحات في ظهر الاظهره. الاجنحه ما بترتدش، هم بيدافعوا من العمق وسايبين اطراف الملعب فاضيه. فدايما الزمالك هيكون عنده ميزه انه يستغل اطراف الملعب، واعتقد ده يكون كلمه سر كبيره. سيف الجزيري هيكون مهم جدا جدا، وسيف جعفر انه يقطع في ظهر الديفنس بتاعهم. سيف جعفر عملها كتير جدا في ماتش امبي في ماتش الترجي. الى فاصل من جديد اعزائي المشاهدين، فيوتشر وبيراميدز وفرصهم، لسه عندنا كلام كتير مع اسلام سامي. رسائل كتيرة جدا بتتكلم على القطن والاهلي، فنرجع للاهلي والقطن مرة تانية. يلا بينا. زي ما قلنا كابتن، الاهلي في مباراة القطن، القطن هو الفريق الاضعف في المجموعة. خلينا نقول حاجتين. يلا. القطن لما كان بيلعب قدام الهلال كان متقدم على الهلال 1-0 لغاية ما الراجل اللي لوب ده جاب الجون. الجون اللي دخل في الاهلي كربونة. كربونة يا جماعة، سبحان الله. كربونة الراجل بيعمل الفاول ده. لا. رهيب. لا. لا انا معلش قول. دي اخطاء حراس. انا مش مختلف. دي مش مهارة مهاجم. مختلف. دي يعني انت عارف انا واضح في هذا الامر. طبعا. دي اخطاء حراس. حلو. من الشناوي في الهلال. نعم. ومن حارس من حارس الهلال اللي هو ابو 20. نعم. لكن هو يا كابتن هو بشوطها. وحتى الجون الثاني بتاع القطن غلطه ابو 20 برضه. لا غلطه حارس القطن. انا اسف. نعم. حارس القطن الكره نطت. نعم. قام واخدها على طول عادي كده من فوق دماغه. بس اللي اقصده ان الراجل المهاجم ده هو مميز فيها. وبيلفها كويس جدا. نعم. وبيحطها في اقصى الزاويه. فاول حاجه هم كانوا كسبانين مباراه السان داونز في القطن في الكاميرون، هم خسروا الماتشين في ارضهم. عشان كده بقول لحضرتك الاهلي كده كده محتاج الفوز. نعم. وهو الطبيعي ان الفرقه دي تروح تكسبها في ارضها. هم هيتجرأوا بكره على الاهلي. انا وجهه نظري ودي في مصلحه الاهلي من وجهه نظري ان هيبقى عندهم مساحات. هيبقى عندهم مشاكل. هم عندهم مساحات كبيره جدا. احنا شفناهم في ماتش القاهره الجبهه الشمال مستباحه تماما. الجبهه اليمين بتاعتهم الشمال بتاعت الاهلي. تعالى نشوف الصور عشان اوري لحضرتك، لان عندهم عنصر خطير جدا. في الاخر لازم نخلي بالنا منه. لعيب مهم جدا في فرقه القطن الكاميروني. يلا بينا. دي مباراه القاهره. الجون في الدقيقة 1:30 على طول. ده كرة بتتلعب الأرض. على طول بتتلعب لعلي معلول. بص طبعا الجاب علي معلول للراجل الباك رايت مش شايفه اصلا. هنا طاهر محمد طاهر هيعدي بعد كده طاهر ومحمد شريف. كرة هتتلعب له ورا. بص يا كابتن محمد شريف فين؟ الأربعة على خط واحد والاثنين ورا في شريف في نصهم. على خط واحد. هو محدش فيهم والكرة بتتلعب لورا. حاول يروح لشريف اصلا. فهم فشريف سجل منها الجون الأولاني. ده الجون الثاني. الكرة بتتفتح خالص ناحية الشمال ثاني عشان يطلع بعد كده. دي كرة ثانية علي معلول هيعمل هنا الأوفرلاب في الصورة اللي وراها. بس طاهر محمد طاهر هيقوم قاطم لجوه وشايط بيمينه. جنب العارضة. لو حطها علي معلول هيوديه. كملت الكرة دي كمان مرة لما علي معلول عمل الكرة وسجل منها القندوسي اول جول ليه مع الاهلي. يبقى احنا هنا كان يعني في وسط الناس وداخل بدماغه. طبعا كانت حاجة محترمة جدا. ودي النقطة اللي كنت بتكلم عليها في اول حتة كابتن. ان الاهلي كان بيخلي حمدي والقندوسي يكملوا. مظبوط. طول الوقت القندوسي هنا هو اللي بيقطع القريبة ويسجل بعرضية من معلول برضه. بص بقى المساحات دي. الكرة دي هتتلعب محمد شريف هيقطع في وسط كام واحد؟ في ظهرهم. هيروح شبه انفرادة على طول. اللي هيلعب بكرة من لعيبة الاهلي لازم يبقى عارف ان الكرة دي
توديه هو الجون عادي جدا، توديه هو الجون يركز يروح يسجل. لان انت بتقطع في ظهر لعيبه القطن عندهم مشاكل كبيره جدا برضو. علي معلول لما راح لعب جناح هيسند هنا تاني على القندوسي. وبص كم واحد من الاهلي، علي معلول هيروح يخترق في وسط كام لعيب، هيكمل علي معلول بعد كده يلعبها بالعرض لرأفت خليل يسجل منها. يبقى اذا الجبهه اليمين بتاعتهم مستباحه تماما، الجبهه بتاعت علي معلول الجبهه المفضله. اهم حاجه بس لما علي معلول ينطلق لازم حد يغطي ظهره. طيب انا عايز اسالك اسئله سريعه في الاهلي، تثبيت تشكيل ولا ثوره في التشكيل غدا؟ لا انا بقول هيثبت التشكيل، هيغير عناصر قليله. حسين الشحات لو فت هيشترك مليون في الميه على حسين الشحات، على طاهر محمد طاهر، على طاهر محمد طاهر هيودي بيرسي تاو شمال. يعني انا شايف ان حسين الشحات لازم يلعب، بيرسي تاو يلعب ممكن في القلب، يلعب 4-2-3-1 لو هيلعبها في مباراه زي دي، وعلى الشمال يكون احمد عبد القادر. طيب الشناوي ولا حارس تاني؟ لا انا اعتقد ان هو هيدي الشناوي. تعتقد ان هيدي الشناوي؟ انا من وجهه نظري ان هو محتاج يدي حارس تاني. طيب توازن ولا هجوم ضاغط؟ لا توازن. توازن توازن عشان الراجل ده وصوا لعيب الكاميروني بتاع القطن الكاميروني عنده 18 سنة، لعيب كويس جدا، مسجل جونين، مسجل في الفرقتين، وبيسجل الجوان كلها شبه بعض. هو بيتحرك في ظهر علي معلول، ده المكان اللي بيسجل منه الجون. لما نجري بالحالات هوري حضرتك، بص دفاعهم برضو ده سان داونز. بص الكابتن الراجل بتاع سان داونز واقف في وسط اتنين ازاي؟ شارع، ما عندوش مشكلة خالص، هيستلم ويروح بعد كده ينفرد وتتلاقي بيرقص الجون وتتلاقي بالعرض ويسجله. كمل بس الصور سريعا عشان نوري وصوا ده موجودين. وبعدين الكرة بقى ده هيروح ياخد، بص الكابتن اللي هيقطع ده، بص المساحة دي ده هيتحرك في ظهر علي معلول هنا. انا بقول لحضرتك هنا بالمنظر قدام الاهلي، وبيروح بيحط وش رجله في البعيده. ده جون في سان داونز، نفس الجون بالظبط اتكرر بس من الزاويه الثانيه، هيروح لوسو برده يسجل. ده 18 ده اخطر لعيب واهم لعيب فيهم، اخطر واحسن لعيب. غير كده غالبا الفرقه كلها في المعقول. طيب تعامل النادي الاهلي مع هذا اللقاء وهو عنيه على لقاء في اليوم التالي، وايضا خوفا من التعادل او الخساره وخروجه من البطوله، تعامل النادي نظري كل واحد يؤدي الواجب بتاعه الاول. اول حاجه الاهلي يعملها ما يفكرش في ماتش سان داونز. اللعيبه دي عندها خبرات كبيره جدا، انت محتاج تكسب ماتشك الاول عشان اولا تبقى انت عملت اللي عليك. تخيل لا قدر الله اي سيناريو ثاني ان الاهلي ما يعديش ماتش بكره، يبقى الموضوع انتهى. لكن انت هتلعب على حظوظك للاخر ان انت تكسب، فلازم الاهلي يفصل تماما وينزل بكره يكسب. عندي شويه اسئله عن الزمالك وشباب بلوزداد، استاذنك وهلك لكن بعد الفصل. اسلام، بدون شك الزمالك بيتعامل مع جمهور متحمس جدا في الجزائر مع عمل الارض، ازاي الزمالك يتعامل مع العملين دول؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا. لما بتلعب في ماتش زي ده حاسم في الجزائر محتاج تعامل بذكاء وبهدوء، مش محتاج تنجرف بدري جدا وتضغط وتفتح، وفي نفس الوقت محتاج تمتص حماس بس فرقه الجزائر اول 15 دقائق دول، تهدي الريتم، لان مع كل كوره بتلاقي حتى خلي بالك لو شباب بلوزداد جاب جون بدري بيلجأ مبكرا جدا للدفاع على طول، فبيدي فرصه جيده للزمالك انه يهاجم. بس هنا في نقطه. ايوه الزمالك بقاله فتره طول ما انا مش داخل فيها جون فالدنيا تمام. الزمالك اول ما بيخش فيه جون يا كابتن مشكلة. الدنيا بتختلف. يعني الزمالك بيقدر في ماتشات كويسه يسيطر ويحاول ويوصل، رغم ان الزمالك هجوميا مش في افضل حالاته تماما، ولكن اول ما بيخش في جون عنده ازمه كبيره بالمناسبة جدا. بالمناسبه عندي معلومه انه يا جماعه حمزه المسلوسي اصيب في ركبته، وغالبا سيكون خارج تشكيله الزمالك في لقاء اليوم، واحتمال سيد عبد الله النمر يلعب باك رايت ويلعب الونش في قلب الدفاع، وفي تغييرات كمان على مستوى الاجنحه وسط الملعب. هحاول اجيب لكم التشكيل المتوقع ان شاء الله. اتفضل. دي ضربة جامدة للزمالك، يعني عدم وجود حمزة المسلوسي من وجهة نظري لأنه في أفضل حالاته. طبعا أفضل حالاته، ماتش صعب محتاج لعيب عنده شخصية. وبعدين هو الونش لو رجع كان ممكن يلعب بيه سنتر باك ثالث فيلعب بثلاثة ورا. ودلوقتي ممكن أعتقد زي ما حضرتك بتقول كده يبقى الونش حسام عبد المجيد عبد الغني سيد عبد الله فتوح، ممكن ساعتها يرجع لكده، لان سيد في الاربعه سيد عبد الله عنده مشكله في الارتداد كبيره جدا. صحيح. فده الشكل اللي ممكن الزمالك يلعب بيه. فرقه شباب بلوزداد يا كابتن، الزمالك يقدر يطلع بالكوره ازاي؟ تعال نشوف نقط ضعف الفرقه دي. ايه الحاجات اللي تخلي الزمالك يتفوق عليهم؟ ودي نقط مهمه جدا، لان اولا هم لما بيضغطوا عندهم مشاكل زي اي فرقه كوره في الدنيا عندها مشاكل كبيره جدا. بص هم بيطلعوا بالكوره هنا فريق المريخ، بص هم كام واحد، 1-2-3-4 هو بيضغط باثنين. حارس المرمى هيلعبها على اليمين، تعال ناخد الصوره اللي وراها، هتروح للراجل، الراجل ده بيضغط، بص بقى نمره 5 ده مرازي اللي بقول لحضرتك عليه، ده اللي بيحل المشاكل. لازم يكون حد مقرب منه، والتاني
اللي هتتقطع منه الكوره هو رقم 6 اللي في ظهر الراجل الاسمر. نعم. اول ما الكوره بتتلعب بلاش الصور بس وتمطط شويه هتبان. اول ما تروح هيتقطع منه الكوره. اذا الضغط بتاع الزمالك على الاثنين دول اتقطعت منه هنا الكوره بقت هجمه للمريخ فين؟ في نفس الحته دي. شبه اللقطه بتاعت سيف جعفر في ماتش الترجي. نعم. اقطع في الحته دي رحت سجلت جون. نعم. يبقى انت عارف كويس قوي ان الضغط. وده كان الشوط الثاني بالمناسبه لما كانت المريخ متاخر في النتيجه. تعال نكمل بقيه الصور عشان نوضح قد ايه. بص يا كابتن هما بقى اللي بيضغطوا الفريق. نعم. الاحمر اللي هو البلوزداد اللي بيضغط. نعم. الزمالك يقدر يطلع من على الشمال هو هيطلع ينجرف دي جبهه احمد فتوح مثلا هتلعب الكوره هتمشي على الخط هتلاقي الباك رايت طالع في الكادر اللي وراه بايع نفسه تماما الراجل الباك رايت رقم 22 اول ما بيطلع بيطلع وراه المساك. نعم. رقم 4 بص هنا الاثنين طالعين على واحد الكوره هتتلعب في ظهرهم اوتوماتيك. نعم. اول ما الباك بيتحرك ويتحرك وراه مساك في مساحه فضيت. نعم. المساحه دي هيتحرك فيها اللعيب بتاع المريخ هياخد الكره الثانيه اوتوماتيك وتبقى هجمه شبه انفراد للمريخ. بص هنا. نعم. هترجع تروح للراجل الاصفر ده هيحط. نعم. وش رجله ويتعمل لها بلوك هنا. انا بقول عليك ليه؟ لان سيف الجزيري مميز جدا. صحيح. في الكور في القطع دي. سيف جعفر لو في الملعب مميز جدا ان هو يقطع بالطول ودي نقطه مهمه. تعالى ناخد الصوره اللي وراها عشان نبين المشاكل. بص يا كابتن 1 2 3 4 احمر. نعم. في واحد اصفر واقف على الخط لوحده خالص هناك. طيب. كره بتتلعب له الاجنحه بتاعتهم ما بترتدش ولما. نعم. بيرتد بيرتد للعمق ما بيرتدش. بص بقى هما الفريق ده هجوم منظم للمريخ. نعم. ادي الاربع الباكات والاثنين لعيبه نص الملعب اللي متكلم عليهم بيدافعوا بسته مفيش ولا واحد تاني بيرجع مع الفرقه. الفرقه عندها سوء ارتداد كبير جدا فانت بتتكلم في 5 على 6. نفس القصه الراجل 25 بيستلم لوحده والفريق كله ضامن في قلب الملعب دايما الاجنحه بتاعتهم ما بترددش فدايما الزمالك عنده ميزه. فتخيل هنا 25 ده يكون زيزو. نعم. هياخد الكره ويدربل ويروح. هنا مباراتهم قدام الترجي نص الملعب الراجل هيستلم اوتوماتيك باس وحيد هيودي المهاجم ما بين الاثنين سنتر باكس. بص الكره بتلعب فين فالراجل. نعم. بيقطع على الكره انفراد ولكن حارس المرمى بيطلع جندوز يشيلها. نعم. ده مباراه الزمالك. بص يا كابتن ده الترجي. بص. نعم. 40 اللي بيقطع ده سيف جعفر. نعم. شوف سيف الجزيري نزل تحت سيف جعفر طلع اتحرك. ده اللي بقول حركة اللعبه اللي الزمالك لازم يعملها بكره مع شباب بلوزداد لو سيف جعفر تحديدا في الملعب. لكن هنا سيف الكره عدت من تحت رجله. نعم. ما وقفهاش. طيب. نقط مهمه عايز اسالك برضو على عامل النفسي الزمالك بعد الفوز والمعنويه العاليه امام الترجي ثم الهزيمه امام انبي كيف يكون العامل النفسي وكيف يتغلب عليه الزمالك؟ انا كان في قطاع كبير من الناس متخيله ان الزمالك وانبي ناس كتير حاسه ان الزمالك مش عامل نتيجه ايجابيه قدام انبي. انا حسيت ان بعد مباراه الترجي ان اللعيبه تركيزها راح في حته. خلاص احنا عدينا ماتش الترجي. نعم. فاحنا مركزين قوي في بلوزداد ونتمنى يكون التركيز ده كده لان الزمالك لازم يكون مركز جدا. نعم. زي ما الاهلي وفيوتشر بيراميدز لازم يركزوا في الماتشات دي لان ماتشات مصيريه. لكن اعتقد ان الزمالك 100% قفل صفحه الدوري لان انت بتتكلم في مباراه مصيريه. آه. اولا ما تخسرش. التعادل يحتفظ. أيوة. ببصيص. آه. الامل يعني للزمالك. يعني حتى لو ما فزتش ما تخسرش بالظبط. نعم. لما خسرت طلعت بره. لكن لو تعادلت هتستنى نتيجه المريخ والترجي تخدمك. نعم. لا يعني هيبقى ساعتها انت مستني المريخ والترجي. نعم. والامل كله ان المريخ يكسب الترجي او يتعادل معاه عشان. نعم. الزمالك يلعب المريخ فبلوزداد والترجي يخبطوا في بعض في المباراه. نعم. الاخيره. لكن اهم حاجه بس التعادل يضمن للترجي الصعود هيبقى 10 بونت. آه. ويكفي التعادل مع شباب بلوزداد يبقى في صداره المجموعه حاله مشابهه. نعم. لحاله سان داونز والهلال. نعم. ان في فريق بنسبه كبيره قرب. نعم. لكن طبعا المثالي للزمالك زي ما حضرتك بتقول ان المريخ يكسب او ان انت مصيرك في ايدك انك تطلع بره تكسب. تكسب ماتشين. تكسب الماتشين وصلت. اكسب ماتشين خلاص. وبالمناسبه تاني بلوزداد مش بالفرقه المرعبه فرقه لا قويه. لا فرقه كويسه محترمه. نعم. في حاله تركيز. لا يقدر يكسب الفرقه دي ولكن محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه تركيز جدا من الجهاز الفني ايثار لان في بعض لعيبه الزمالك بتبقى واصل للجون وبتبقى انت عايز تكمل. لا نعم. كره محتاجه تبقى اسهل من. نعم. كده فاعتقد الزمالك عنده فرصه كويسه في حاله ان التركيز بس تم. فاصل ونرجع لفيوتشر وبيراميدز. نروح لبيراميدز فيوتشر يا اسلام. غياب رمضان صبحي اسلام عيسى توريه لا فخري ركاي عفوا وتوريه عنده 3 انذارات ايضا. اه ضربه برده جامده صراحه. كيف يعني ممكن يكون تاثيره قد ايه على الفريق بيراميدز؟ لا تاثير كبير يعني. نعم. خليني اقول لحضرتك ان 2 مؤثرين جدا. رمضان صبحي عامل موسم اكتر من ممتاز مع بيراميدز رئه هجوميه قويه جدا. نعم. حتى هم افتقدوه في مباراه البنك الاهلي في الدوري اللي خسروها. وبيلاتي توريه عنصر مهم جدا طبعا طبعا. هيعوضوا محمود عبد العاطي دونجا. نعم. ولاعيب مهم جدا عبد العاطي وممكن يبقى. نعم. جنبه محمود صابر ووليد الكارتي. نعم. لو هيلعب بال4-3-3 اللي هو بيلعب بيها. لكن بلايد توريه فارق قوي يعني دفاعيا وهجوميا بيساعدهم في الطلوع بالكوره. ولكن ده ماتش
صعب على بيراميدز. نعم. وماتش اختبار حقيقي الباتشيكو ده صحيح، لانه كمان الجيش الملكي تاخر طبعا شويه، بقى 7 نقاط وترك الصداره لبيراميدز، اللي فوز يوصله بيراميدز يفوز خلاص ان شاء الله يوصل ويقرب فوز كمان فيوتشر. نعم. في حاله ان فيوتشر يكسب اسكو كارا، ودايما السيناريو المثالي بالنسبه لنا ان الاثنين ياخدوا بعض ويطلعوا. نعم. مباراه الجيش الملكي، خليني اقول لحضرتك انا الجيش الملكي فرقه كويسه، لكن الجيش الملكي كل 50% من خطوراتها من الضربات الثابته. نعم. واحنا عندنا قافه الضربات الثابته بس عشان للأسف. فيوتشر استقبل من ضربات ثابته هناك، بيراميدز استقبل هنا من ضربات ثابته، فده اول حاجه. دور كبير جدا لاحمد الشناوي، لعلي جبر، لاسامه جلال، لاحمد سامي، الثلاثه الاثنين اللي هيلعبوا مع احمد الشناوي، ان انت لازم نقطه الضربات الثابته دي اهم حاجه. تمام. خلي بالك لان هم بيعملوها كويس جدا. ضربات الكور المتحركه من ناحيه اليمين عندهم رضا سليم كرات عرضيه خطير. نعم. ما شاء الله، يعني الراجل كراته العرضيه كويسه جدا. فالبيراميدز عليه دور كبير جدا يا كابتن ان هو يخلي باله على دفاعه. نعم. عنده شغل على التحولات، فانت النهارده عندك فخر الدين بن يوسف ممكن يشتغل لك محطه كويسه جدا ويحرك عبد الله السعيد، ابراهيم عادل. فخر هايل، وعبد الله اللي هيعمل موسم هايل طبعا. عبد الله لا مش عامل موسم منذ تقول لي باتشيكو المسؤوليه، عبد الله بقى حاجه ثانيه خالص تماما. نعم. اعتقد لان بقى عنده مساحات محدده في الملعب بيجري فيها، ما بيروحش ويرجع براحته، مساحات قربت، فبالتالي هو قدرته البدنيه بقى واقف على رجليه اكتر من الاول. فخر الدين بن يوسف لما بيلعب مهاجم حتى في اي ماتش جوه مصر بره مصر هو بيخلي بيراميدز اقوى بالمناسبه. انا بشوف ان هو بيلعب احسن ما يلعب جناح. فنفس القصه، دور مهم لمحمد حمدي، لان الجبهه دي هتبقى هي الجبهه الاقوى لفرقه الجيش الملكي. نتمنى ان بيراميدز يعدي. برضو بيراميدز عنده مشكله، رايح خسران من البنك الاهلي، والامور زي الزمالك مع انبي وزي الاهلي مع سان داونز. تاثير العامل النفسي من الخساره والابتعاد شويه عن المنافسه على اللقب في الدوري المصري. يعني هو بيراميدز بيكرر سيناريو السنه اللي فاتت، السيناريو لما كان الاهلي عنده قبل الزمالك عنده مشاكل، والاهلي مشغول في كاس العالم للانديه وافريقيا، وبدا الفرقتين يتعثروا، وهو كان عنده فرصه انه يركب الدوري. اتعثر اكتر. نفس اللي بيحصل دلوقتي، ان هو دلوقتي فقط حتى المركز الثاني لصالح فيوتشر. ولكن انا بشوف ان بيراميدز عنده مشكله كبيره جدا في الدوافع. انت الدوافع. ما تاخدش ماتش واحد مسطره. أيوه. ماتش يعني الشوط الاول جامد جدا، الشوط الثاني تلاقي الفرقه قلت او العكس. فما بالك بقى بماتش في الكونفدراليه وماتش في الدوري. ده صحيح. انت لو عندك دوافع تمشي في الاثنين مسطره واحده. فيوتشر مع اسكو ديكارا اعتقد انه ماتش يعني ان شاء الله شبه مضمون لفيوتشر، لكنه انفراد بمركز ثاني. الحقيقه اللعيبه عندها روح، علي ماهر كل مباراه بيثبت وجوده. هل ده بقى العكس من بيراميدز، من الاهلي، من الزمالك، يدي دفع معنوي للفريق؟ والفرق كبير في المستوى بين الفريقين طبعا. نعم. يعني حقيقه اول مشاركه لفيوتشر في الكونفدراليه في اي بطوله افريقيه، تحيه ان انت وصلت للمركز الثاني. طبعا. وخلينا نقول ان كل الناس كانت بتقول ان ماتش فيوتشر الجيش الملكي ده هيخلص تعادل. نعم. لكن كانت مفاجاه ساره جدا انك تنزل تهاجم وتبدا وتبادر وتكسب. صحيح. بجونين. نعم. اتمنى ان هم يستغلوا مباراه اسكو كارا دي في تحقيق فوز عريض اولا. نعم. هيبقى 8 بونت بالظبط. دلوقتي فيوتشر 5 بقيت 8. دخلت المعمعه. ما تعرفش بقى نتيجه ماتش بيراميدز والجيش الملكي هتوديك لايه. وعنده مباراه في الاخر ان شاء الله الماتشين يخدموا بعض الفرقه المصريه، ولكن فيوتشر يا كابتن لازم يكسب اسكو كارا دي. نعم. بسكور كبير كويس. بسكور كبير، عشان لو احتاج. نعم. هو فيوتشر خسران بره من الجيش الملكي 2 وكسبانه هنا 2. لو احتجت بقى المواجهات المباشره من ثم الاهداف. نعم. يبقى معاك غله كويسه من الاهداف. اسالك عن وجود نيدفيد، جنش، سعد سمير، مروان محسن، وكلهم سبق لهم اللعبه في البطولات الافريقيه بل واحرزوا البطولات. ده قد ايه يدي ثقه او يدي دفعه لفريق فيوتشر مع خبرات اللعيبه دي؟ طبعا يدي ثقه كبيره جدا. الاربعه دول تحديدا هم بيتكلموا، بتحس ان كباتن فريق، هم كباتن. نعم. كباتن الاهلي والزمالك. سعد سمير وهو بيتكلم بتحس قد ايه الراجل عنده قياده وليدرشيب. نفس القصه الجنش، كريم نيدفيد، مروان. ولكن انا اللي عاجبني في تكوين فريق فيوتشر ان حضرتك في وسط الكلام ده هتلاقي نفسك بتقول علي زعزع. نعم. علي زعزع الراجل جاب جون حلو في الماتش، جاب جون حلو وراح المنتخب الاولمبي، والراجل بيعمل ماتشات مهمه جدا وعلى طول متواجد. فالفريق بيخش فيه لعيبه صغيره في السن. ممكن النهارده عبد الكبير الوادي بيأدي ادوار طبعًا مهمه جدا. باسم علي اعاده اكتشاف من وجهه نظر الكابتن علي ماهر. انت خلي بالك الموسم ده لغايه دلوقتي عمر كمال عبد الواحد لعب له كام ماتش واتصاب. فالفريق عنده لعيبه يقدر يشكلها. ولكن في الاخر اهم حاجه الفريق ما يستقبلش، يكون عنده كثافه هجوميه بتوازن انه يسجل ان شاء الله. اخيرا اقول لك تشكيله متوقعه للزمالك في مباراه شباب بلوزداد: محمد صبحي، سيد نيمار، واحمد فتوح قدام، حسام عبد المجيد والونش، محمد عبد الغني، رؤى ودونجا، زيزو، ومصطفى شلبي، والجزيري غالبا المسلوسي للاصابه خارج اللقاء. الف سلامه عليه، يا رب يكون ان شاء الله بكره يتعمل له اختبار ويبقى سليم ويشارك في المباراه. نورتني وشرفتني يا اسلام. ربنا يخليك يا كابتن، شرف ليا. شكرا جزيلا كده. تمام. سلام.